لما يعقوب ويوحنا قالوا له للرب يسوع تريد أن نطلب أن نقول فتنزل نار من السماء وتفنيهم لأهل السامرة؟ كان جواب الرب يسوع لهم: لستما تعلمان من أي روح أنتما. فعنوان تأملاتنا في هذا الصباح: من أي روح أنتما، أو من أي روح أنت. قراءتنا برسالة كورنثوس الأولى، وبعدين بنرجع بنمرق على الحادثة اللي ذكرتها، إصحاح 2 عدد 11. كورنثوس الأولى 2:11: لأنه من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله. نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا، وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد. آمين. خلونا نحن رؤوسنا أمام الرب نطلب بركة ومسحة من الروح القدس على هذه الأفكار في تأملاتنا. أيها الرب المبارك، نشكرك من أجل روحك القدوس الذي سكن فينا والذي يشهد لأرواحنا أننا نحن أولاد الله. نشكرك من أجل روحك القدوس الذي يخلق ويجدد ويغير حياتنا جميعا، فتنقلنا من حياة الضلال والابتعاد عنك، من الكورة البعيدة تأتي بنا إليك، إلى أحضانك أيها الآب السماوي. نباركك ونشكرك من أجل عمل نعمتك في حياة كل شخص يقف ويشهد عن عملك وخلاصك في حياته. أيها الرب، أتينا في هذا الصباح بتواضع نلتمس منك بركة، تمسح عبدك بقوة سماوية من عندك، أنت تظهر قوتك في ضعف عبدك، أنت تتمجد من خلال هذه الأفكار وتفتح عيوننا فنتعلم حقائق جديدة يا رب من خلال كلمتك. نرجوك أنك تعطينا بصيرة لنفهم الحق وتزيل الغشاوة عن عيوننا يا رب، وتفتح آذاننا وأذهاننا لنسمع ونفهم ما تريد أن تكلمنا به. لك المجد والإكرام يا أبانا السماوي في شخص ربنا يسوع المسيح. آمين. معلمي، كان في عندها تلميذ شيطان كثير مشيب لها شعره، اتصلت بأمه قالت لابنك أنا مش قادر بقى أتحمله، مهايبر على طول، خرب لي الصف، لازم تعملي شيء، أنا بقترح عليك أنك تعطيه حبة دواء مسكن مهدئ للأعصاب حتى يروق شوي يقدر يتحمله بالصف. قالت له مثل ما بتريد للمعلم. الأم لا حول ولا قوة لها، رضخت للواقع، قلت له بس أنا عن شرط، أنا بدي أعطيها بإيدي للحبة، أنا بدي أعطيه الحبة لأتأكد أنه عم يأخذ الحبة. قلت له حاضر. وفعلا صار كل يوم أول ما يجي الطالب المعلمة تشيل حبة مهدئ وتعطيها وتقول روح خدها. أول يوم، تاني يوم، مرق جمعة، مرق 10 أيام، شو في فرق؟ اتصلت المعلمة بالأم بتقلها شفتي نجحت الخطة وكانت فكرة بمحلها، فعلا شو صار في هدوء، شو صار في، بطل في ضجة. قلت له كتير منيح. راح الصبي على البيت سألته أمه، قلت له شو عم تاخد الحبة، شو صار معك؟ قالت لي المعلمة مبسوطة كتير منك. قال له ايه، كل يوم بس روح على المدرسة تعطيني الحبة، بروح على المطبخ بعمل فنجانين نسكافيه بحط لها الحبة بفنجان وبعطيها اياها. فقداش في قصص بحياتنا اليومية العادية بنكون مخدوعين فيها. كم بالحرب الأمور الروحية، كتير سهل أن نخدع، كتير سهل علينا أن ما نميز، كتير سهل أن نأخذ بالأمور الخارقة للطبيعة. في مدينة السامرة مثلا، أهل السامرة كان في ساحر اسمه سيمون، وكانوا أهل السامرة كلهم مدهوشين فيه ومخدوعين فيه، كان يستعمل السحر ويدهش أهل السامرة، وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة. السحر ما قدروا يشوفوا أنه سحر، شافوه قوة الله العظيمة.
إلى أن أتى فيليبوس ومن بعده إجا بطرس وانكشف على حقيقته. تلاميذ الرب عاشوا 3.5 سنين مع يهوذا وما حدا كان عارف أنه حرامي عم يسرق من الصندوق وعم بيخطط لتسليم يسوع، لدرجة لما الرب يسوع قال لهم واحد منكم يسلمني، كل واحد صار يسأله هل أنا هو يا رب، هل أنا هو يا رب، كل واحد شك بحاله وما حدا شك بيهوذا. لهالدرجة ممكن أنه نكون مخدوعين. مشان هيك يوحنا الحبيب حذر في رسالته من أن نصدق كل روح، وقال أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله. فلما بولس الرسول برسالة كورنثوس كان عم بيعدد مواهب الروح القدس، الوحدة من المواهب هي تمييز الأرواح، هل هي من الله أم ليست هي من الله. وطبعا هالشي يتطلب بلوغ مرحلة من النضج الروحي، مكتوب بسفر العبرانيين أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. فإذا أول شيء بده يكون واحد في روح الله سكن بقلبه إنسان مؤمن، ثاني شيء بده يكون شخص ناضج عنده الحواس مدربة للتمييز بين الخير والشر. طبعا الإنسان الغير مؤمن غير مولود من الله يلي ما أخذ روح القدس هذا كله حكي طلاسم، يبقى مش فاهم شيء من شيء، لأن الإنسان الطبيعي مثل ما قرينا لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة. بولس مثلا حادثة أخرى لما كان بفيليبي عم يكرز اجت من وراهم عرافة وكانت عم تصرخ كل الوقت هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. لو أنا كنت صرخت هللويا، بس بولس الرسول التفت وعارف أنه هذه روح العرافة هذا مش روح من الله، فانتهره وقال أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. عدد 12 بالعدد يلي بالمقطع يلي قريناه، ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله. فإذا هناك ناس أشخاص فيهم روح العالم وهناك أشخاص فيهم الروح الذي من الله. كيف منعرف أي روح فينا ونحن من أي روح؟ من أي روح أنت؟ شو هي العلامات بين الذي فيه روح العالم والذي فيه روح الله؟ 5 مفارقات رح نتأمل فيها مع بعضنا في هذا الصباح، 5 فروقات مع أمثلة على كل فرق من شخصيات كتابية مذكورة في الكتاب. أولا روح العالم هو روح النقمة، لكن الروح الذي من الله هو روح النعمة. تلميذي يسوع يعقوب ويوحنا كان فيهم أي روح؟ روح النقمة. استيفانوس كان فيه أي روح؟ روح النعمة. هوديك كان بعد فيهم روح العالم، هذيك كان فيه الروح الذي من الله. يعقوب ويوحنا لما أهل السامرة رفضوا أنه يقبلوا المسيح تحمسوا ودبت الحمية فيهم، قالوا له يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا؟ شو كان جواب يسوع؟ لستما تعلمان من أي روح أنتما. تعرفوا شو كان يسميهم الرب يسوع ليعقوب يوحنا؟ بوانرجس، يعني ابني الرعد، نار والعين على طول كانوا يعقوب يوحنا. لدرجة مرة شافوا حدا عم يخرج الشياطين باسم المسيح قال فمنعوه، ليه؟ أنت مش معنا، أنت مش منا، فمنعوه. السامريين كانوا أعداء لليهود وكانوا يكرهون كراهية شديدة جدا، لدرجة كان اليهودي يتحاشى أنه يمرق بأي مدينة للسامريين، فكانوا يبرموا برمي طويلة حتى يوصلوا على أورشليم حتى ما يمرقوا بأي مدينة من مدن السامريين. وكانوا بعد مش فاهمين نعمة الخلاص ونعمة المسيح ومحبة الله، كانوا بعد مش فاهمين أنه ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص أنفس الناس. مشان هيك كان بعد فيهم نقمة على السامريين، هودي ما منحبهم، هودي مش منا، هودي مش مثلنا، فكان عندهم نقمة بقلوبهم عليهم. يعقوب يوحنا كانوا عايشين مع الرب، لكن يعقوب يوحنا ما كانوا عايشين في الرب، فالروح اللي كانت فيهم هي روح العالم. فأي واحد منا إذا بعد عنده روح النقمة
هيدي روح العالم، هيدي روح ليست من الله. بالمقابل بنشوف استيفانوس، استيفانوس كان عايش في الرب، استيفانوس كان روح الله مالي حياته. اليهود لدرجة كانوا عم يرجموه، هل كان يدعو لهم بالنقمة؟ أما هو بأعمال 7 فشخص إلى السماء وهن عم يرجموه وعم يقتلوه، وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. ثم جث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. يعقوب ويوحنا كانوا مملوئين روح نقمة، استيفانوس كان مليان روح نعمة، كان مملوءا نعمة وحقا ممتلئ من الروح القدس. والسؤال لكل واحد منا في هذا الصباح: من أي روح أنت؟ يعقوب ويوحنا كان لا يزال فيهم روح العالم بهذاك الوقت، كان بعد ما حل الروح القدس عليهم، مشان هيك كانوا مش مملوئين من الروح القدس، مش قادرين يشوفوا الصورة الصحيحة. مثل الأعمى يلي كان ببيت صيدا، لما شافوا الرب يسوع أخذ طين وحط له على عينيه وقال له: قل لي شو عم بتشوف؟ قال له: أرى الناس كأشجار يمشون، شايف الناس مثل الشجر. شو عمل يسوع من وراها؟ أخذ طين مرة تانية ورجع لمس له عينيه فأبصر جليا. وقديش في أشخاص منا أخذوا اللمسة الأولى بس بعدهم كيف شايفين الناس؟ أشجار. كيف شايفين الناس؟ أشياء. كيف شايفين الناس؟ خشب. خلي النار تنزل عليهم، بعد عنده النقم بقلوبهم. الإنسان يلي بعد عنده هيدي الروح، بعد في روح العالم، يحتاج إلى الروح الذي من الله فيبصر جليا، وبشوف أنه هؤلاء الناس هم حبايب الله، هم مخلوقين على صورة الله ومثاله، وهو فداهم بدمه. تعالوا نقول له: يا رب أنا بحاجة هاللمسة الثانية، المسني يا رب في هذا الصباح حتى أبصر جليا هذا الروح الذي من الله يملأ حياتي. يعقوب ويوحنا فيما بعد لما أخذ الروح الذي من الله، يوحنا نفسه راح مع بطرس وبشرا قرى كثيرة للسامريين. هودي الذي كان يدعو لهم وعليهم بالنقمة صار يدعو لهم بالنعمة وبالخلاص لما حال روح الرب عليه، وكان السامريون يؤمنون بالمسيح. الناس بحاجة لتشوف نعمة يسوع فينا. نحن نعرف أنه شاول لما شاف يسوع على طريق دمشق آمن، بس أنا برأيي مش أول مرة كان يشوف يسوع. تعرفوا وين أول مرة شافها؟ لما كان عم يرجم استيفانوس، استيفانوس شاف يسوع قائم عن يمين الآب. شاول كان موجود ولا شك رأى انعكاس يسوع ونعمة يسوع على وجه استيفانوس وهو يرجم. استيفانوس المملوء من نعمة روح الله. أبراهام لينكولن اللي كان رئيس الولايات المتحدة كان محامي قبل ما يصير رئيس. فمرة كان في جلسة بالمحكمة وكان في مرافعة ومحاكمة وفي عدة محاميين موجودين، وقال له فايت أبراهام لينكولن بين هالمحامية، واحد موجود جوا اسمه إدوين ستيتن كان محامي بارع جدا. أما شافه فايت وطلع بشكله اللي شايف له صوته لأبراهام لينكولن بيعرف عن شو عم بيحكي، قال: منو هالقرد اللي جاي هيدا؟ قديش كلام بيجرح. لكن أبراهام لينكولن طنش وفات، وطلع هالمحامي إدوين ستيتن وبلش يحكي ويرافع ببراعة فائقة، شخص لامع ذكي ناجح جدا. راحت الأيام وإجت الأيام، صار أبراهام لينكولن رئيس الولايات المتحدة. نحن شو منتوقع منه بهيك حالة يعمل؟ يدعو عليه بالنقم وينتقم منه. بتعرف شو عمل؟ الجراحة الشخصية والكلام الأذى الشخصي ما اعتبره شخصي، ما أخده شخصي لإله، بيعرف إنه هذا إنسان خرج يكون في مركز قيادي، فبعت وراه وعمله سكرتير الحرب، وزير الحرب في أيام أبراهام لينكولن. روح العالم، روح النقمة، روح الذي من الله هو روح النعمة. مفارقة تانية، المقارنة التانية، روح العالم هو روح الكذب، روح الذي من الله هو روح الحق. 400 نبي في العهد القديم كان فيهم روح الكذب. نبي واحد اسمه موخى بن يملة كان فيه روح الحق، الروح الذي من الله. القصة بتقول نزل الملك يهوشافاط يعمل زيارة لملك أخاب. قال له الملك أخاب لي يهوشافاط بدي روح حارب ملك أرام، بتروح معي؟ شو كان جواب يهوشافاط؟ مثلي مثلك
شعبي كشعبك وجيشي كجيشك وخيلي كخيلك. بس خلينا نسأل الرب قبل. بيقوم الملك أخاب بيجمع له 400 نبي. بيجوا 400 نبي شو بيقولوا له؟ اصعد للحرب فيدفعها الرب فيدفعها السيد ليدك. يهوشافاط كان مؤمن. يهوشافاط كان في روح الله. ما حس حاله مرتاح. 400 نبي ما كفوك يا يهوشافاط؟ روح الله يلي فيه ما لقى صدى في الروح الذي يتكلم في 400 نبي. قال له أما يوجد بعد نبي واحد للرب؟ قال له في واحد بس ما بطيقه. عطوله بيتنبه علي شر ما بيتنبه علي خير. قال له ما عليه كرمالي بعت وراه. فبعت رسول لعند ميخا بن يملة نبي اللي كان يكرهه. الرسول يلي راح قال له 400 رجال هيك هيك قالوا. كون مثلك مثلهم مثل ما قالوا انت قول. شو صاير عليك تحمل السلم بالعرض؟ شو صاير عليك تمشي بعكس الطيار؟ شو كان جوابه؟ حي هو الرب إنما يقوله الرب فبه أتكلم. وراح ميخا قال له تنبالنا يا ميخا شو حيصير؟ قال له راح تطلع الحرب وتموت. قال له شفت قلت لك. إذا نحن بدنا نعمل ديمقراطية أو انتخابات مين بيربح؟ 400 بال واحد بس طلعوا للحرب وشو صار؟ قتل الملك مثل ما تنبى ميخا بن يملة. هوديك 400 فيهم روح العالم روح الكذب، لكن نبي واحد رجل واحد كان عليه روح الله فتنبأ بالصدق كما قال. لما صدقية بن كنعية من صدقية التقى بالنبي ميخا قال له عبارة من أين عبر مني روح الرب ليكلمك؟ شغلة روح أو روح الله أو روح كذب. والأربعمية الباقين وقف الروح أمام الرب قال له من يصعد ويغوي أخاب؟ من يغوي أخاب فيصعد الحرب؟ إجا الروح قال له أصعد وأكون روحا كذبا في فم أنبيائه. وهذا يلي صار. روح العالم روح الكذب كان موجود على 400، واحد بس كان في عليه الروح الذي من الله ويلي قاله تماما هو صار. إبليس هو الكذاب وأبو الكذاب. أخرج وأكون روح كذبا على فم الأنبياء وهو يضل الناس ويوصل بهم إلى الخراب. مرة أمي وبي كانوا بزيارة على الناس كان في الست بتضيع من عندنا وقاعدة عم تحكي وجود كانت مسكونة. فبي وهي عم تحكي حكي بقلبه فكر بينه وبين نفسه قال هيدي الشيطان عم يحكي فيها. روح الله يلي فيه قدر يعرف انه هيدا مش روح من الله. ما حكي معه شيء ولا حكيت معه شيء. تاني يوم تلتقي بأمي بتقول له بي جوزك امبارح وانا عم بحكي كان عم بقول بفكره انه هيدي فيها روح الشيطان. بعد كم اسبوع انتحرت. هذا اللي بيوصل لإله روح الكذب. روح العالم هو روح الكذب والضلال. الرب يسوع في أيام تجسده الأخيرة أيامه الأخيرة في التجسد شو قال له لتلاميذه؟ أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليكون معكم إلى الأبد. شو سماه؟ روح الحق. روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. فإذا إما فينا روح العالم روح الكذب. إذا بعدك عايش في الكذب أو عايش في الكذب هيدي روح العالم، لكن روح الله لما يسكن فينا ويملأنا هو روح الحق. لو صاروا كل الناس الكذابين بيضلوا الكذب كذب مش حقيقة، وإذا كانوا ضالين كتار ما بيصيروا على حق بيضلوا على ضلال. فروح العالم هو روح الكذب والروح الذي من الله هو روح الحق. هذه المفارقة الثانية. المقارنة الثالثة المفارقة الثالثة روح العالم هو روح المراوغة أو روح التلاعب، لكن روح الحق هو روح المواجهة. إيزابل كان فيها روح التلاعب روح المراوغة. إيليا كان فيه روح المواجهة. إيزابل كانت زوجة الملك أخاب. ملك أخاب كان أشر ملوك إسرائيل كان تحت سيطرة روح إيزابل يلي مسيطرة عليه التي نشرت عبادة البعل وقتلت كل أنبياء الرب. رح أقرأ لكم بعض الآيات وشوفوا أسلوب إيزابل شو كان يلي عليها يلي فيها روح العالم. لكن عندي عليك سفر الرؤيا
أن عندي عليك قليل، أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. شو أسلوبه كان؟ ترغيب والإغواء. شغلة تانية، فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا شوف شو بدي أعمل فيك، بدي أقتلك مثل ما أنت قتلت أنبياء البعل. شو أسلوبه؟ روح إيزابل، ترهيب وتهديد. شغلة ثالثة، فلما رأى يهورام ياهو قال أسلام يا ياهو، فقال أي سلام ما دام زنا إيزابل أمك وسحرها الكثير. شو أسلوبه؟ السحر والزنا. شغلة رابعة وأخيرة، لما أرادت أنه تتخلص من نبوت اليزرعيلي حتى تورث الكرم اللي ورثه من أبائه الموجود حد قصر أخاب، كتبت في الرسائل تقول نادوا بصوم وأجلسوا نابوت في رأس الشعب وأجلسوا رجلين من بلي بلي يعال شهود زور تجاهه ليشهدا قائلين قد جدفت على الله وعلى الملك، ثم أخرجوه وأرجموه فيموت. ففعل رجال مدينته الشيوخ والأشراف الساكنون في مدينته كما أرسلت إليهم إيزابل، كما هو مكتوب في الرسائل التي أرسلتها لهم. شو أسلوبه؟ تزوير والقتل. فإذا روح العالم، روح إيزابل، هو روح الترغيب والإغواء، روح الترهيب والتهديد، روح السحر والزنا، روح التزوير والقتل. يا شباب الرب، يا قدسي العلي، أرجوكم ما تخلوا روح إيزابل سيطر عليكم، ما تخلوا بنات الهوى تستميل قلوبكم. ثلاث ملوك بيذكر عنهم الكتاب في العهد القديم أنه على أيامهم توسعت مملكة إسرائيل إلى أقصى حد. مين بتتخيلوا هالثلاث أشخاص؟ داود وسليمان وأخاب. مين بتعتقدوا أكثر شيء على أيامه توسعت المملكة؟ كتار بيفكروا داود بس هو مش داود، سليمان. تعرفوا مين تاني شيء من وراء سليمان بيجي؟ أخاب. أخاب على أيامه توسعت المملكة إلى أقصى حد. وهذا بيعلمنا درس أنه ممكن تكون إنسان ناجح وبرضه روح إيزابل مسيطرة عليك. بالترهيب والتخويف والتزوير والإغراء والإغواء، بالمراوغة والإغواء. أما إيليا هذا روح العالم، أما إيليا يلي كان عليه روح الله، وقف يواجه الملك منفردا. لما قتلوا لنابوت اليزرعيلي ونزل حتى يورث له كرمه، لقالوا إيليا لهنيك، قال له هل قتلت وورثت أيضا؟ حيث لحست الكلاب دم نابوت اليزرعيلي سوف تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. مع مين عم يحكي؟ مع الملك. بس لأنه في روح الله لا يهاب ولا يخاف أي شيء ولا أي شخص. مرة تاني لقاله بعد سنية الجفاف، 3 سنين ونص، لقاله للملك، قال له يا مكدر إسرائيل، قال له مش أنا، أنت وبيت أبيك يا مكدر إسرائيل بترككم وصايا الرب وسيركم وراء البعلين بسبب شرورك أنت. موقف ثالث، وقف على جبل الكرمل اتحدى كل أنبياء البعل وصرخ للرب يا رب استجبني استجبني، خلي نار تنزل من السماء ويعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي. حط الرب واسم الرب على المحك ونزلت نار الرب من السماء، لأنه كان ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا ليخبر شعب الرب بتعديهم وفي خطاياهم. فإذن روح إيزابل، روح العالم هو روح إيزابل، لكن روح الذي من الله هو روح المراوغة، لكن روح الذي من الله هو روح المواجهة. حتى إيليا نشوف أنه بوقت من الأوقات روح إيزابل سيطرت عليه وهددته بدأ تقتله. شو عمل أخا إيليا النبي؟ راح وهرب ومشي مسافة 40 يوم في لحظة ضعف من لحظاته. فإذن أي واحد منا ممكن بوقت من الأوقات يسيطر عليه هذا الروح، لكن منشوف فيما بعد الرب استرد إيليا وراح مسح ياهو حتى يقضي على إيزابل وزوجها، وهيك صار. روح إيزابل أم روح إيليا؟ لما الرب يسوع إجا عن يوحنا يحكي عن يوحنا المعمدان، شو حكي عن يوحنا المعمدان؟ هذا الصوت الصارخ في البرية، شو حكي عنه؟ قال هذا أتى بروح إيليا، هذا أتى بروح إيليا، روح المواجهة، الروح الذي من الله. من أي روح أنت؟ روح المراوغة أم من روح المواجهة؟ أمر الرابع،
روح العالم هو روح الانتقاد، قد ينتقد. روح الذي من الله هو روح التعبد. يهوذا وسمعان، حادثة تكررت مشابهة مرتين في الإنجيل، وهي غسل أرجل الرب يسوع. أول مرة ببيت سمعان الشيخ، سمعان الفريسي، وتاني مرة في بيت لعازر. أول مرة مريم المجدلية غسلت إجرين الرب يسوع، تاني مرة مريم أخت لعازر غسلت إجرين الرب يسوع. لكن نشوف أن نفس الروح السلبية المنتقدة ظهرت في الموقفين، مرة مع سمعان ومرة في يهوذا. سمعان انتقد مريم المجدلية والرب، شو كان عم بيقول؟ لو كان هذا نبيا لعرف من هذه هي المرأة، إنها امرأة خاطئة. ويهوذا بالحادث الثاني انتقد مريم أخت لعازر وانتقد الرب. كان ممكن أن لماذا تلف هذا الطيب؟ كان ممكن أن يباع ويعطى للفقراء. شو كان جواب الرب لسمعان؟ روح الانتقاد يلي عند سمعان، روح السلبية يلي عند سمعان، شو جاوب الرب؟ ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها. قبلة لم تقبلني، أما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيلي رجلي. بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. سمعان كان فريسي، لا بيعرف معنى التضحية ولا الحب ولا الوفاء ولا العبادة. الروح السلبية تنتقد كل شيء، وغالبا بيكون لأجل سبب آخر، بس متحجج لكن عنده روح سلبية بينتقد أي شيء. لكن لمريم المجدلية شو قال للرب يسوع؟ إيمانك خلصك أيها العابدة والساجدة، اذهبي بسلام. يا ما في بكنايسنا ناس مثل سمعان الفريسي. بتلاقي في الكنيسة مريم تتعبد للرب، تسجد عند قدميه، بالروح عم تعبد الرب، بعالم تاني مأخوذة بجمال يسوع. بشوف سمعان الفريسي واقف بعيد عم ينتقد: لك شو لابسه؟ لك كيف عم تتصرف؟ لك صوت الموسيقى شو عالي؟ لك صوت الميكروفون شو عالي؟ ليش هودي واقفين ورا؟ ناس عم تعبد من قلبها مثل مريم، وناس عم تنتقد. يلي عم ينتقدوا هيد روح العالم، ويلي عابدين الرب وساجدين للرب مش شايفين حدا غير الرب، هودي فيهم الروح الذي من الله. شو كان جواب الرب ليهوذا؟ قال له: الفقراء معكم كل حين، أما هي فقد فعلت هذا لأجلي تكفيني. تعرفوا الترنيمة تقول: مريم وحدها فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. راحوا لحتى يكفنوا يسوع، راح يحطوا الطيب على جسد يسوع لأقام من بين الأموات. يلي حظيت بتكفينه ودهن قدمي يسوع كانت مريم أخت لعازر. رب دائما بيتوقع منا يكون في عنا امتنان وشكر وقلب عابد. لما شاف العشر برص، واحد بس رجع لحتى يشكر رب، شو كان توقع يسوع؟ شو جاوب يسوع؟ قال له: أين التسعة؟ كانوا عشرة شفيتهم، وين التسعة؟ فالرب بيتوقع منا دائما نرجع لإله بروح الشكر والتعبد والامتنان. مريم لما سكت بتطيب عند قدمي يسوع، كانت عم تقول له: شكرا يا رب لأنك عطيتني هالامتياز إني أسكب أغلى ما عندي عند قدميك. إذا أنت عطيته شيء للرب، بتقلده جميلة ولا بتقول له: شكرا عطيتني امتياز إني أعطيك؟ إذا خدمت الرب: يا رب أنا خدمتك، مثل الفريسي، يا بتقول له: شكرا أنك قبلت تستخدم واحد مثلي. لما تقعد مع الرب بتقلده: جميلة عطيتك من وقتي دخلك. إذا رحت اجتمعت مع شي حدا مسؤول مهم كبير، قعدت معه ساعة، هو بيشكرك لأنك عطيته ساعة من وقتك، كما أنت بتشكر لأنه أعطاك ساعة من وقته. هو بده يشكرنا أعطيناه من وقتنا، به نحيا ونتحرك ونوجد. يما نحن منشكره على كل لحظة بيعطينا فيها روعة وامتياز الدخول إلى أقداس الرب، إلى محضر الرب. مليان الكنائس مثل يهوذا، ناس فيهم روح سلبية، روح انتقاد لأجل المصلحة الشخصية المادية، مش لأنه كان يبالي بالفقراء يهوذا، لأنه كان الصندوق بإيده وكان يسرق من الصندوق. من أي روح أنت؟ روح الذي من الله مثل مريم مش شايف إلا الرب ساجد عند قدمي، أو مثل يهوذا وسمعان بتنتقد بس الصغيرة والكبيرة يلي شايفها من حولك؟ روح الانتقاد هي روح العالم،
روح الذي من التي من الله هي روح التعبد والسجود أمام الرب. النقطة الخامسة والأخيرة، روح العالم هو روح الإحباط، لكن روح الذي من الله هو روح القوة. موسى بالقديم بعت 12 شخص ليطلعوا يتجسسوا الأرض، 10 رجعوا وقالوا لا نقدر أن نصعد ونمتلكها، إبليس مسيطر عليهم بروح العبودية والخوف، من شدة خوفهم وصلوا لدرجة مش عارفين شو بدهم يعملوا، بدهم يرجموا موسى ويرجعوا على أرض مصر. الخوف بشل، ببطل يعرف يفكر الإنسان بطريقة صح، ببطل يقرر صح، ببطل يحكي صح. الشيطان بيربط الإنسان بالخوف وبيحني، هيدي روح العالم. المرأة المنحنية اللي شافها الرب يسوع كان صار لها 18 سنة منحنية، شو وصف الكتاب الروح اللي فيها؟ روح ضعف. الرب يسوع قال هالروح الضعف منين بتجي يا عمي؟ الروح الفشل والانحناء من وين بتجي هيدي؟ بآخر القصة بقول هذه قد ربطها الشيطان 18 سنة. فإذا الشيطان بيربط الإنسان، روح العالم هي الروح يلي بتشلنا ويلي بتربطنا ويلي بتحنينا ويلي بتكسرنا. لكن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. إذ لم تأخذوا روح العبودية للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخه يا أبا الآب. عندي رب عظيم، عندي أب قدير. كالب كان في روح الرب، ما الآن قوة روح الرب، ما في عنده روح الفشل ولا الإحباط. العشرة قالوا ما بنقدر، لكن كالب وقف يقول بلا بنقدر، نصعد ونمتلكها قادرون. هذه هي الروح التي من الله. كالب يلي كان عنده هالروح، هيد روح يلي بتجددنا باستمرار، بتعطينا قوة باستمرار كل مرة مننحني ومنضعف فيها. صار عمره 85 سنة كالب، بقي عنده نفس النشاط يلي كان عنده إياه وقت كان عمره 45 سنة. لك شو بقول؟ لأنه كان عنده هذا الموقف، منين اجت هالشجاعة؟ منين اجت هالقوة يلي عندك يا كالب؟ بقول الرب لموسى، وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما. من وين هذه الروح الأخرى؟ هذه الروح التي من الله، ادخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. إذا أنت فيك الروح الذي من الله أنت تنال المواعيد، وإذا أنت فيك روح العالم أنت سوف تسقط بالقفر مثل البقية. كالب صار ختيار لكن بعده حس حلو شاب، صار عمره 85 سنة، إجا لعندي يشوع بيقول له والآن فها قد استحيان الرب كما تكلم هذه 45 سنة من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حتى سار إسرائيل في القفر، والآن فها أنا اليوم ابن 85 سنة فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى، كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج وللدخول. ليه؟ منين جايب هالقوة؟ صار عمرك 85 سنة وبعدك شاب. منين جايب هالقوة؟ لأن منتظروا بالرب، يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. هذه الروح التي من الله التي تجدد القوة فينا. روح العالم اللي فيه روح العالم روح الأحباط والفشل، لكن الذي يأخذ روح الله روح القوة والتجدد الدائم. من أي روح أنت؟ هل يسيطر عليك روح الأحباط والفشل، أم أنت مملوء من قوة روح الرب؟ نرجع منعدهم باختصار. روح العالم هي روح النقمة. إذا حاسس أنت عندك نقمة تجاه آخرين، هذه مش من الرب، هذه روح العالم. لكن الروح التي من الله هي روح النعمة، عندك مغفرة وحب لجميع الناس. روح العالم هي روح الكذب. إذا بتحس بعد روح الكذب مسيطرة عليك، بعدك بتمرق كذب من هون وكذب من هون، هيدي روح العالم. لكن الروح الذي من الله هو روح الحق، هكذا قال الرب أقول الصدق في المسيح ولا أكذب. روح العالم هي روح المراوغة والتلاعب، نتشاطر ننسيطر مثل إيزابل. لكن روح الذي من الله هو مثل إيليا، يقف يتحدى وواجه ويقول كلام الرب كما هو. روح العالم هو روح الانتقاد. إذا حاسس تضلك تنتقد وعندك روح سلبية، تنتقد فلان تنتقد فلان، هذه روح العالم، هذه روح مش من الرب. لكن الروح التي من الله هي روح التعبد والسجود، ما تشوف إلا الرب أمامك. روح العالم هي روح الأحباط. إذا حاسس حالك محبط فشلان منحني، هذه روح العالم، هذه روح مش من الله. أطلب أن يملأك الله بروحه فيعطيك القوة المتجددة كل يوم.
أمين. رب يبارك كلمته لقلوبنا.